ريشنز او ريجونال فاكتورز. ولما بقول كلمه ريجونال معناها ان انا بختار الاقليم اللي هشتغل عليه، بختار ان انا هشتغل على منطقه معينه مش على الدوله ككل ولا على كل الاختيارات. بعد ما بختار الريجن بدخل على السايت ريليتد فاكتورز، اني اختار اللوكيشن نفسه اللي انا هشتغل عليه. بعد كده بنحدد اذا كنت هعمل مالتيبل بلانت استراتيجيز، يعني هعمل عندي اكتر من موقع، ويا ترى المواقع دي شكلها عامل ازاي؟ يعني هعمل نفس كوبي وبيست نسخه من المصنع بتاعي في اسكندريه وكوبي تانيه في مرسى مطروح، ولا في اختلافات؟ ايه شكل البرودكت استراتيجي اللي انا عايزاها؟ وايه شكل الماركت اريا اللي انا هعملها؟ هل الهدف ان فرع اسكندريه يسوق لبحري، فرع القاهره يسوق لابلي؟ ايه شكل الماركتنج اللي انا ناوي اشتغل عليها لكل جزء منهم؟ وايه شكل العمليات اللي كل وحده منهم هتشتغل عليه؟ نعمل مقارنة كده بسيطة بين شوية من العوامل المختلفة اللي ممكن تأثر عندي على الاعتبارات اللي أنا باخدها وأنا بقرر هشتغل إزاي. أول حاجة لما أكون بتكلم على المانيفاكتشرينج سلاش الديستريبيوشن، يا ترى أنا هصنع إزاي وأودع إزاي؟ في ممكن إن أنا أشتغل على كوست فوكس، إن يكون الشكل الأساسي وأنا بتكلم في التصنيع وفي التوزيع ان انا بركز على التكلفه، ده هيكلفني كام وده هيكلفني كام. انواع التكلفه ممكن عندي ترانسبورتيشن مود، الانواع وسائل المواصلات وكل واحده فيهم تكلفتها هتبقى ازاي. بعد كده هتكلم وهدور على الانرجي المتاحه، نوع الطاقه المستخدمه ولو في منها اختيارات او اختلافات، والتكلفه المصاحبه ليها، تكلفه العماله والافيلابيليتي بتاعتها، هل العماله اصلا متاحه موجوده متوفره ولا قليله وغاليه، والعماله الموجوده السكيلز والمهارات بتاعتها عامله ازاي، ويا ترى انا هبني ولا هاجر. لو هبني يبقى هدور على البيلدينج كوست كام، لو هاجر هدور على سعر الايجارات هنا كام. ده بالنسبه للمانيفاكتشرنج والديستريبيوشن. في الناحيه الثانيه لو انا بقدم سيرفيس، السلع بتاعتي والجزء من الماركتنج المتعلق بيها، هكون بدور على العائد اللي هيجي، العائد اللي هيرجع معايا، فهيبقى هنا التركيز على الريفينيو، على العائد او الانكم. ففي عوامل مهمة بيسموها ديموغرافيك أو العوامل الديموغرافية، دي معناها ببساطة طبيعة السكان أو طبيعة الكاستمرز المتوقعين، يعني أعمار إيه؟ أنت تارجتينج السلعة دي ناس كبيرة في السن ولا أطفال مواليد ولا شباب في النص؟ أنت إيه شكل الإيج جروب اللي أنت تارجتينج له؟ إيه شكل الإنكم؟ أنت عايز ناس متوسطة الدخل ولا تحت متوسط ولا عايز ناس فوق؟ ايه شكل الطبيعة للشريحة اللي انت تارجتنج عليها؟ وايه شكل شريحة المكان اللي انت بتعمل فيه الشغل؟ يعني انت دلوقتي تارجتنج مكان معين، ايه طبيعة المكان ده والخصائص بتاعته للمجموعة السكانية بتاعته قصاد البروجكت اللي انت عايز تعمله؟ البوبيوليشن، هل المنطقه دي كثيفه السكان ولا عدد السكان فيها قليل؟ ايه هل هي منطقه جاذبه للسكان ولا ايه طبيعتها؟ الكومبيتيشن، هل البروجكت بتاعي له منافسين؟ ايه حجم المنافسين؟ هو ايه طبيعه التنافس؟ ايه كميتهم؟ ايه مدى قوتهم على ارض الواقع؟ الترافيك فوليوم او باترن، شكل حركه المرور والحركة عموما في المنطقة دي شكلها عامل ازاي، ليها باترن؟ كل دولة ليها على حسب عدد، يعني احنا في مصر اغلب المصالح الحكومية مثلا من 8 ل 2، بره 9 to 5، فبالتالي الراش اور وساعات الازدحام وساعات المبيعات وساعات فتح المحلات
وطبيعة الأوقات اللي المحلات بتفتح فيها تختلف من دولة للتانية، وبالتالي ده برضو بيفرق وأنا بفكر أنا هشتغل إزاي. كمان معانا الكاستمر أكسس أو باركينج، من كل ما بنبقى في دولة فيها وسائل مواصلات خاصة أكتر أو السكان بيعتمدوا أكتر على عربياتهم الشخصية، يبقى لازم كمان أفكر الشخص اللي هيجي لي ده هيلاقي ركنة فين. يعني العادي في مصر إن أنت مثلا لما بتركن في أي حتة بتدفع فلوس. من أوائل الحتت اللي ما بندفعش فيها فلوس فين؟ في اسكندرية. إيه المكان اللي معروف الباركينج بتاعه فري؟ إيه أشهر مكان في اسكندرية ما فيهوش باركينج بفلوس؟ عارف يا دكتور مش سامع؟ كارفور؟ ألو؟ كارفور، كارفور سيتي سنتر. كارفور سيتي سنتر لما فتح من 20 سنة تقريبا أو حاجة و20 سنة، كان في المكان بتاع كوبري محرم بيه، ده كان صحراء قاحلة بمعنى الكلمة، ما كانش حد بيروح هناك غير العربيات والميكروباصات اللي خلاص طلعت من، وكان أياميها الموقف كان أقرب من كده، كانت المواقف وسط البلد، فكان على هو مجرد مكان على طريق السفر، ما كانش مكان بيتروح لحد ذاته، هو في حد ذاته كمكان ما كانش فيه أي رجل عليه ولا كان فيه أي حاجة، وكان مكان مواصلاته كانت صعبة وسخيفة ومش مريحة. معرفش دلوقتي مواصلاته اتحسنت ولا لأ، ولكن لما فتح كان حرفيا هو مشروع في الصحراء، فمشروع في الصحراء مفيش مواصلات عامة بتودي هناك، فبالتالي ان كل الكاستمرز اللي هتروح هي رايحه بعربياتها الشخصيه، ناس رايحه بعربيات ملاكي، فبالتالي كان لازم تنظيم فكره الباركينج. الباركينج هنا اساسي، انه يبقى باركينج نظيف، وانا مش معقوله هتخل المشوار ده كله لحته في الصحراء عشان اركن في ارض مكسره تبوظ لي العربيه عجلتها تنام ما الاقيش ميكانيكي، مش هينفع، مش منطقي ان ده يبقى جاذب للكاستمرز. فكان لازم ان الباركينج بتاعه يكون مؤهل لاجتذاب الكاستمرز عشان يسحب رجل عليه. الترندز بقى في اللوكيشنز، ففي بعض السياسات على حسب سياسات الدول فيها بيحصل ان يبقى في ترند على دولة معينة ان يبقى فيها الاستثمار. فمثلا لو عندك فورين بروديوسرز، عندك منتجين اجانب وبيشتغلوا في امريكا، بيبقى تارجتنج ليهم فكرة ان ميد ان يو اس اي، يبقى هو جاي واخد تارجت معين، بس في المقابل بيبقى عنده مشاكل ليها علاقة بالكرنسي، ان هو انت واحد جاي من دولة تانية بعملة تانية مختلفة، وبالتالي الاكستشينج ريت او بيسموها ايه، معدل الصرف او سعر الصرف، الفلكتويشنز بتاعته ممكن تأثر على البيزنس. فهنا بيبقى فيه اعتبارات مختلفة، هل هنشتغل مايكرو فاكتوريز، هل هعمل مصانع صغيرة بحيث ان ما يبقاش الفاكتوريز دي مأثرة عليها كتير، ايه نوع التكنيكس اللي انا هشتغل عليها، ايه نوع الاي تي الانفورميشن تكنولوجي او الاي تي اللي انا هستخدمه في البروجكت ده. دي ممكن نطنشها. ندخل على جزئية مهمة هي evaluating اللوكيشنز، ان انا دلوقتي احنا اتفقنا ان انا الاول اخترت الريجن وبعدين اخترت سايت، هنبتدي جوه السايت نحدد الاوبشنز المختلفة اللي قدامي وابتدي اقارن بينهم وبين بعض. فعندنا حاجة اسمها cost profit volume analysis، اني اقارن ما بين التكلفة قصاد البروفيت عند فوليوم معين. انا هنتج 1000 قطعة، ال1000 قطعه هيكلفوني 1000 جنيه، هبيعهم ب 1100، ده ايتم، ده اوبشن. طب يا ترى لو انا هنتج 2000 هاخد الارض الثانيه اكبر، وبالتالي هقدر انتج 2000 بس هشتري الارض مش ب1000 ولا ب2000، هشتريها ب3.
الربح هيحصل له ايه؟ هل هيزيد بنفس المعدل ولا لا؟ فبحاول احسب ان انا هتكلف شكل العلاقه ما بين ان انا بتكلف كام؟ هكسب كام؟ في حجم انتاجيه قد ايه؟ ده بيستدعي ان انا ده بيستدعي ان انا اعمل احدد ايه الفيكسد كوست اللي عندي وايه الفاريبل كوست اللي عندي، ونبدا نرسمهم مع بعض زي ما شفنا في محاضره قبل كده، ونقارن فين النقطه بتاعت الايفن بوينت، نقطه الايفن بوينت اللي هتحدد ان التكلفه تساوي المصاريف الاجماليه، وبالتالي هتخلي ان يبقى دي النقطه اللي بعدها هبدا اكسب، ابتدي اشوف النقطة دي هتتحقق فين لكل اختيار. في بعض الاسامبشنز واحنا بنعمل الاناليسيس ده بناخدها في الاعتبار، زي ايه؟ ان الفيكسد كوست ثابته، يعني ان مثلا سعر كيلو وات كهرباء هو هو، انا هنا هستهلك 100000 كيلو وات، هنا هستهلك 100000 كيلو وات، ان هي هي نفس التكلفه، فيبقى الفيكسد كوست ثابته. الاسامبشن الثاني ان الفاريبل كوست ماشيه لينير، ان 1000 قطعه تكلفتهم 1000 يبقى الفاريبل كوست، يبقى انا لو انتجت 2000 قطعه يبقى تكلفتهم الفاريبل هتكون كمان 2000، يبقى ده اسامبشنز اسامبشن انا بعمله. اوتبوت كان بي كلوزلي استيميتد، ان سعر التكلفه او سعر البيع ان انا قادره بشكل معقول اكون اقدر احسبه او احدده. وزي ما قلنا قبل كده لما كنا بنتكلم على المقارنات، ان only one product involved، ان انا بتكلم على منتج واحد في المرة الواحدة. مثال على المقارنات، لو عندي اكتر من location A و B و C و D، الفيكسد كوست لكل واحد فيهم مختلفة، واحد ب 250000، واحد ب 100000، واحد ب 150000، واحد ب 200000، فبالتالي ما اقدرش احكم بس بالفيكسد كوست واقول يا ده اللي تشويس بي حلو قوي، اللي تشويس بي ده ب 100000 ده ارخص واحد، يلا ندوس في اللي تشويس بي. مش كفايه، لازم كمان ابص على الفاريبل كوست وابص على كميه القطع. فهو هنا عمل اسامبشن انه عدد القطع اللي هيشتغل عليها ثابت وهو 10000 قطعه، فبالتالي يبتدي يحسب الفاريبل كوست اللي هي 11 دولار او 30 او 20 او 35، ده دي الكوست للايتم الواحد لليونت الواحده، يبتدي يضربها في ال 10000، فيبقى عندك هنا 11 في 10000 يبقى معاك 110000، اجمعهم على الفيكسد كوست 250000، يبقى الناتج 360000. يبقى كده مش ببص على الفاريبل كوست بس، مش ببص على الفيكسد كوست بس، ببص على مجموع الاثنين ولو بصينا كده هنلاحظ ان المره دي نظريا كان البي شكله في الاول ارخص واحد، ده الفيكسد كوست ب 100000 بس، طلع ان هو لا، التشويس الاوقع هو التشويس سي، التشويس سي ب 350000 الاجمالي، والتشويس اي برغم ان هو يبان غالي قوي في الاول ان الفيكسد كوست بتاعته عاليه قوي، ولكن في ظل ان الفاريبل كوست بتاعته اقل مش بعيد قوي من السي، يعني هو لو هنتكلم بالورقه والقلم هو السي اقل واحد، ولكن الاي مش فارق معاه كتير. لو المبيع عدد القطع بتاعي زاد عن ال 10000، يعني جرب كده تعمل نفس الجدول ده لكن المره دي عم خليه ب 11000 او ب 12000، هتلاقي ان الاي هيبقى رقمه كويس. ليه؟ عشان الفاريبل كوست بتاعته قليله. ده شكل لو رسمت العلاقات لل A وال B وال C بس في شكل جراف عشان أشوف النسب ما بينهم. ولازم كمان واحنا بنعمل الـ evaluating للوكيشن ان انا اكون محددة الترانسبورتيشن موديل بتاعي ازاي، البضائع اللي عندي سواء ان او اوت هتدخل وهتطلع بشكل نقل ازاي، فالتحريك بتاعها ده بيكلف، فبالتالي لازم اكون عامل حسابي
ان الموفمنت كوست دي سواء ليها داخل او خارج تكلفتها عامله ازاي. ممكن يبقى عندي لوكيشن هو تمام وكويس، لكن هصرف اضعاف عشان اوصل المواد الخام ليه وعشان اخد البضائع الناتجه وابيعها. الفاكتور ريتنج، ان احنا دلوقتي لما بنيجي نصنف في عندنا حاجه اسمها كواليتيتيف وفي حاجه اسمها كوانتيتيف، ان في كميه وفي جوده النوعيه. فانا ممكن حاجه تديني كميه اقل بس انا اقرر اعلي من قيمه جودتها، هي جوده اعلى صحيح كميه اقل بس انا هديها بونص، هقول لا ده احسن، ده لمشروعي ان انا ما اضحيش بالجوده، ان انا اتعامل او استحمل ان الكميه هتبقى اقل في مقابل جوده اعلى. ده قرار انا اللي باخده او الاونر هو اللي بياخده. ما فيش ابيض واسود، ما فيش ان انزل اشتري في السوق ارخص حاجه، لا ما هو ارخص حاجه في العموم لو على حساب جوده انا حاطه لها ليفل معين يبقى مش هينفع. واخر نقطه في الايفالويشن هي طريقه بيسموها سنتر اوف جرافيتي ميثود. دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد ان انا بدور على اقل تكلفه، ان انا بدور على اقرب مكان يقلل لي اقل تكلفه، يبقى هو ده اللي انا هديله ويت اعلى او هديله يزود في الويت بتاع القرار بتاعي وانا بختار المكان بتاعه. اي سؤال لحد كده؟ أي أسئلة؟ تمام يا دكتور. طيب أنا كنت حملت محاضرة 7 ولا لأ على التيمز؟ على التيمز محاضرة 7 موجودة ولا لأ؟ كانت آخر حاجة موجودة يا دكتور محاضرة رقم 6. خلاص تمام، يبقى هنكتفي بكده النهاردة. هرفع لكم دلوقتي إن شاء الله محاضرة 7 ونحاول نبتدي فيها يوم الخميس، وإن شاء الله إن شاء الله بدون مقاطعة، إن شاء الله ربنا يسهل يوم السبت إن تكون المحاضرة في الكلية. ربنا يسهل إن شاء الله. مش أي سؤال؟ سؤال من عندي أنا، يوم السبت الفترة الثانية عندكم محاضرة ولا ملغية؟ لا في محاضرة دكتور جوهر جاي طيب الأسبوع الجاي إن شاء الله، والفترة الثالثة؟ في سكاشن بعد في الفترة التالتة، هناك شغالة عندها كلها؟ محاضرة ما فيش برضه. ناس عندها محاضرة. خلاص تمام، يبقى إن شاء الله على ميعادنا الخميس أونلاين، وإن شاء الله ربنا يسهل ونبقى السبت في الكلية إن شاء الله. شكرا، أشوفكم على خير.